هذه أول مرة تكون البداية متاع الفيديو في الليل، مما يدل على أن الفيديو لا يناسب أصحاب القلوب الضعيفة وأصحاب الأحاسيس المرهفة. هذه التجربة بالحق مش نورمال. تخيل معناها ريستوران يبيع في الكوبرا، تشوف الحنوشة معناها حيين، تدخل تلقى قفص معبي بالحنوشة والكوبرا، تختار الكوبرا متاعك يهزها تمشي مشوى عادي جدا. لا، والأغرب من هذا الكل كونه بعد ما يتقص الرأس يحطوا الدم في الكاس ويجيب لك صحن مشوى ومعاه كاس دم، والعبيد تبدأ قاعدة عادي. تخيل يا معلم، مش جران ولا ساقين دجاج، كوبرا وما أدراك. دونك باش نمشيو للبلاصة هذيا وباش نمشيو معنا أصحابنا ونشوفوا ونعيشوا التجربة ونشوفوا كيفاش تكون ردة فعل واحد باش ياكل كوبرا وهما ديجا أول مرة، والمهدي باش يكون معاهم لحظة بلحظة باش نصور لكم الأجواء كيفاش تطيب وكيفاش تتاكل وكيفاش يتشرب الدم والفازات هذيا الكل. شدوا لي رواحكم أصحاب الأحاسيس المرهفة، على خاطر اليوم باش تتفرجوا في فيديو لنتفليكس لناسيون جيوغرافيك عملته، المهدي جاب لكم فيديو نار ومغامرة ما صارتش. Huh? Is this for women only? Really? We are going there, so. كل ماشي نشرو في المخدرات. هذه التشكيلة أخويا متاعنا. وقفنا هنا، هذه فاميلي مارك أبو يغتنموا الفرصة. Good. This is a gift from my boss. From your boss? Yeah, she gave me. Why? Because I'm a good employee. Really? Yeah, right. 100%. دونك وصلنا ذي البداية متاع الشارع. ذي الشارع البلاصة اسمها مانجا بيسار، بلاصة كلها ستريت فود وماكلة غريبة معلم، كل شيء موجود. يا رب العمل عليك. وحياة كوبرا في الحمريتي خويا، ورال تلقى خفاش، تلقى فكرون، تلقى معناها برشا انواع نتاع ماكله غريبه وعجيبه. بالنسبه للمهدان يعني باز، يعني مانيش ناكل معاهم. نحن لا يجوز اكل الزواحف. والبلاصة اللي وصلنا لها تو هي مقتريتها فيها تشاينيز، يعني فيها برشا صينيين وفيها برشا أكل صيني، معناها أنواع وأشكال، يعني حاجة صراحة معناها غريبة عجيبة من هذيك الكولتور متاعهم. ونحن بطبيعتنا ديما نلوجوا على المغامرة. وتو عرفت معلومة، قالك الصينيين عندهم مثل يقول لك الماكلة اللي ما تقتلكش تعطيك الطاقة وتزيد تقوي، هذاك علاش هما ياكلوا كل شيء. وبالرغم من المنافع الكبيرة اللي في الكوبرا، إلا أنه فما ريسك كبير باش تاكل الكوبرا، كان ما تطيبش بالكدي بالكدي بالكدي، عندها طريقة كيفاش تطيب، تنجم تقتل. ودرنيير مو فما طباخ مات بعد ما كلاه وعمل الشوربة وعمل الدنيا الكل، بعد 20 دقيقة وإلا نص ساعة، مشى هز الراس باش يطيشوا، يا أخي ضربته قتلته، هذاك علاش جبنا معنا أنكل، هو ولد البلاد ويعرف باش يهزنا الطباخ، معناها موثوق جو أحلى جو، يعني كان نهار خممت باش تاكل كوبرا، لازمك ما تمشيش لأي ريستوران، لازمك تمشي الطباخ يفهم في الكوبرا بالحق. هي ريستوران متاع الحنوشة. هي الحياة مش عادي جدا السيد، كيفاش فهمتني؟ فرش كيفاش؟ اوزر مازال يتحرك. اوزر يوري فينا في السلعة هو تو. يوري في السلعة قال كذا باهي، ما عاش عاش باهي. اوه يا معلم. فرش كيفاش؟ يو 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 يو. كوبرا باب يا معلم. هذا يوري فيك السلعه مره تختار في الدجاجه عادي على الاخر داخل يده وعطاه هايدا ويتش واني وانت هوب هذاك باهي والا هذايا شوف شوف نيك لوك او والا هذا واو 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 ويتش وان از بيتر You gonna try it? Yes, I'm very, very much looking forward to it. It's about the experience. Yeah, it's about the experience, but also I want the power of the snake, the power of the snake to invest and the blood too. Yeah, but it's also very healthy. Wow, they said, yeah. Hmm. What about you? I'm not gonna try it. I'm too scared. I don't know. I don't want to get sick. I have my flight in 3 days. So, what? How about you? Yeah, you will. Maybe I will drink a little bit of the blood. But you need to try also the snake. You came here. I don't know, man. It looks pretty disgusting, to be honest. But yeah. توقع قاعدين يتفهموا أنا الكعبة اللي مش يخدوها كوبرا ولا فهمت الأخرى ولا السفريتي. مجموعة هاي مركزة. مش نخلي هناك هو اللي اختار. One, yeah. You gonna choose. Okay. Yeah. ما يختار. خلوا هيك. فهمش علينا أساس المهم يختاروا فيهم. أما يتحسوا هذا معبي به هذا هو
عادي على الاخر تو عملية السلسلة كما تشوف عادي على الاخر اوب لعب له هذا الحنش هو on the heart yes yeah. on the heart heart of snake هذا القلب متاع الحنش هناك يحب ياكل القلب متاع الحنش yeah. بتبيعته ضارب اكم تشوفوا فيه هذا هو اخويا قلب الحنش هذا الكونتوار متاع بيع الحنوش تشوفوا الماتريال برشا مقصات and then they will be mixed this one with some ingredients to make the blood is not like so dry. Dry, yeah. They mix it with what? Whiskey. Oh, whiskey, with the whiskey. Whiskey? Yeah, whiskey. Ah, this is the blood with whiskey. Yeah, this is the mix. A dam with whiskey. The peanut, for the peanut butter for the peanut butter? Snake, yes. So the snake, for the next snake satay, yeah. For the satay, like satay, the yeah. Yeah, like the sauce for the snake satay. Anash saute. Yeah. Good. It's delicious. Really, really good. Yeah. You want some? Cheers, bro. Okay, here we go. How is the smell? I like it. It tastes like raspberry juice, and a little bit of maybe rice wine or rice alcohol, but it's not bad. It's not bad. It's actually quite nice. Wow. I'm surprised how it is most of about the mess. هذا الصوص بينات باتر صوص اللي هو الفول السوداني باربيكيو صوص هذا هو الصحن كيف خرج في الاخ ها هو الحنش كيف ولا يو تيك يو ايت نشوف هناك يعطينا رايو تيست كروس بتوين تشيكن اند ميبي ا سكويد the texture of squid calamari but it's nice and the peanut sauce satay sauce is delicious I really love it it's really good and I'm happy I tasted it because like we said the blood is making us feel alive yeah we feel like stronger it's very strange yeah and the meat is also very tasty wow better than chicken بون كما شفتوا كانت تجربة كاسحة على الاخر واكثر من هكا كانت مغامرة عن كثب معناها تعمقنا بالكدا وشفنا التفاصيل اللي ما نجموش نشوفوهم في بلاصة أخرى دونك الناس كانت تاكل واحنا كنا حاضرين نورمالمون يكون هذا آخر فيديو من جاكرتا نمشيو نكتشفوا الجزر والجو والبحر والفازات هذوكم تابعوني على انستغرام باش تنجموا تتبعوا الرحلة أول بأول من جاكرتا نقول لكم إلى اللقاء أصدقائي وفي الفيديو لهنا ما تنساوش تعملوا لايك وكومنت وشير نشوفوكم الفيديو الجاي بيس